مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى الفورم دي بيروت لمتابعة مؤتمر الكوادر 2013 بحضور أكثر من 4000 مسؤول كتائب من جميع المناطق اللبنانية وبلاد الاغتراب. نطلب من الكل يضلهم بمقاعدهم، رح نبلش بعد دقيقة. المارد الكبير، مارد الكتائب، مجددا في كل قرية، في كل قضاء، في كل لبنان، وستعود الكتائب كما كانت وأفضل من ما كانت، وهذا وعدنا للكتائبيين. هذا الاحتفال رح نستغله فقط لحتى نقول للقريب وللبعيد قديش تاريخ الكتائب، قديش درب الكتائب، قديش نضالاتنا هي خيرة بالنسبة لنا، قديش هالأمانة اللي نحن حلفنا يميننا وقسمنا للدفاع عن لبنان هي بالنسبة لنا خارطة الطريق. والله العظيم، والله العظيم ما بقى رح نقلكم بدنا نموت كرمال لبنان، لانه نحن ثقافتنا ثقافة الحياة. بدنا نقلكم بدنا نعيش كرمال لبنان، لانه لبنان بده ايانا احياء. هنا صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة. اللبنانية الحرة، حامي الميثاق الوطني، حامي هالكيان يلي خطوا شهدائنا بدمائهم. كيف ممكن نفهم الديمقراطية هيدي لما بتكون ديمقراطية مفروضة، مفروضة بالسلاح، بالمدفع، بالرشاش او بكتب الصوت؟ ونقول نعم للجيش، وبس لسلاح الجيش مش سلاح تاني. في مواطنين درجة اولى هن اشرف الناس، وفي مواطنين درجة تاني هن الناس العادي مثلنا. كلنا اشرف ناس. هذا السلاح يضرب التوازن الداخلي والديمقراطية والعيش المشترك. جينا اليوم كرمال نحكي باسم شباب هالمنطقة، رافض هالتهديدات
ورافض يكون مصنف كمواطن درجة ثانية وغيره بالدرجة الإلهية. هل هذه العلاقات تقوم على تأخير ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا على حماية السلاح الفلسطيني؟ أحداث طرابلس وخصوصا ما يحدث بين جبل المحسن وباب التبانة التي تهدد أمن وسلامة الطرابلسيين الأمنين في دولة مؤسسات في دولة مؤسسات. نحن نعتبر أن اللامركزية الموسعة هي البديل عن الطائفية السياسية. ما منقعد حاسين انه بدنا نشحد من حدا حقوقنا، لانه حقوقنا عم توصلنا من ذاتنا ومن خلال مجلس محلي نحن انتخبناه ونحن نقيناه. بدانا عم نطالب اليوم باللامركزيه، بهذيك الوقت نحن حققنا اللامركزيه على صعيد الجامعه اللبنانيه، وادخلنا كل الكليات التطبيقيه. بكرامتي وبتاريخي وبشهدائي وعلى راسهم بيير جبيل فايتين كلنا سوا على مجلس النواب. بدنا نجي نقول انه في كتاب تاريخ عم بينعمل وهو محاولة جديدة لإلغاء دور شريحة كبيرة من اللبنانيين. وسحب هذا الموضوع نهائيا عن التداول بانتظار اجماع اللبنانيين. إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بجرائم الشرف. كلمة إنسان تعني الرجل والمرأة، وبديهي أن يتساوى الاثنان أمام القانون بالحقوق والواجبات. ماذا لو استحال الحلم حقيقة وانصرفت الدولة إلى محاربة الوهن في قطاعات الإنتاج الذي يعتاش منها اللبنانيون ومن بينها الزراعة والصناعة؟ باسم جمعية تجار بيروت بريد أشكر حزب الكتائب، وأنا بدي أثني على الدراسة اللي وضعوها بين إيدينا. بيّن فيه إلمام كبير مش بس بالملف الاجتماعي، إنما فيه كمان إمساك بالملف الاقتصادي. لأنه لا يمكن أنه ولد وطن يستقر إذا ما في عدالة اجتماعية. أول تحدي واجهنا كان أنه نرجع نعيد الثقة بين المواطن والدولة. أكبر تحدي نقدر نوصل من القضية الاجتماعية للسياسة. رح نلتزم ورح نصوت لكل البرامج ولكل المشاريع القوانين إن كان بيئياً أو إن كان على صعيد الأرض أو على صعيد الماء. بالنهاية نحن كنواب يعني قمنا بهذه المبادرة لأنه اعتبرنا أنه شغلتنا هي خدمة المواطن، نظف له بيئته ونعمل منه من حياته شيء نظيف وشيء جديد. جيتوا شلتوا لنا هالمحكمة يا خي، شو بيبقى لنا؟ حدا يعطيني بديل؟ هيدي جريمة قتل بحق رئيس وزراء ونواب ووزراء. شو نقعد مع بعضنا نحلو؟ أنتم مدعوون أيها الرفاق، لا سيما رفاق الاقتراب، مدعوون للمساهمة الفعالة في دعم قضية لبنان في المحافل الدولية. نحن سعداء برؤية الشعوب العربية تنتفض ضد الديكتاتوريات على أمل بلوغ رحاب الحرية والديمقراطية والمساواة. إنها تلتقي بالطبع مع التجربة اللبنانية وتؤكد صحة رهان اللبنانيين على هذه القيم في هذا الشرق المتوسطي والعربي. لجنة دولية لحل قضية المسجونين، وهون نحن ما فينا ننسى بطرس خواند وكل المسجونين بسوريا. ضابطنا اللبنانية، السجون السورية. قدمكم رفيق
يعقوب شمعون، بقي 27 سنة بسوريا. بشكر الجميع كلهم، ما أعرف بدي أحكي لك أكثر من كنت حامل حملني كمان. نحن من أيمتى عم نحكي بتحية لبنان؟ من أيمتى عم نحكي عن لبنان مساحة حوار؟ من أيمتى عم نحكي عن تقوية المؤسسات؟ من أيمتى عم نحكي عن تحقيق وتنفيذ القرارات الدولية؟ نحن بنرفض يقوم سفير بتوجيه ملاحظات أو تهديدات أو تعليمات. بدنا نوجه نداء ورسالة لحلفاء النظام السوري بلبنان. حرام عليكم تضحوا بلبنان كرمال سوريا، هيدا النظام رايح يا شباب، حرام تاخذوا لبنان معه. كلمة منسق اللجنة المركزية بحزب الكتائب الرفيق النائب سامي الجميل. يعطيكم العافية رفاقي، يعطيكم العافية على كل شيء. اسمحوا لي أولا بلش بتحية كبيرة ليلي قاعدين فوق بالسما بجمعة أكبر من هيدي. ستة آلاف شهيد كتائبة عم بيحضرنا اليوم من السما، عم بيتفرجوا عليكم حاطين زر الكتائب وعم بتكمروا المسيرة يلي استشهدوا هن من أجلها، عم بيطلعوا فخورين، فخورين بكل واحد منكم وفخورين بشو عم بيصير اليوم بحزب الكتائب وهيدا المشهد يلي ما نشاف من أكثر من 30 سنة. تحية لفخامة الرئيس باسم كل الرفاق، بدنا نقول لك أنك صخرة الكتائب يلي ما حدا قدر كسرها.
ولا الحرب يلي خطة بشكة وتل الزعتر وصنين وبكل المحاوي، ولا حافظ الأسد يلي كعى كل الناس وما التقى إلا أنت تكعيه. ولا النفي 12 سنة، ولا استشهاد بيير، ولا استشهاد بشير، ولا حرب الإشاعات يلي كلنا منعرف قديه تأثرنا فيها. بعدك واقف ونحن واقفين حدك. رفاقي إخوتي، بدي هنيكم من قلبي على كل يلي عم بتقوموا فيه. بدي انحني أمامكم لأنكم أنتوا الأوادم، أنتوا عائلة الكتائب الكبيرة يلي بفتخر كل يوم أنه بنتمي لإلها. بدي وجه تحية لكل كتائب الاغتراب يلي عم بيحضرونا اليوم بأقسامهم بهيدي اللحظة بالذات. بدي وجه تحية لهالكتائبيين وبدي أقول لهم أنه كل الشغل يلي عم نعمله اليوم هو تنشوفهم راجعين على ضياعهم هن وعيالهم معبين بهالكونتينرات غراضهم وراجعين يعيشوا بضياعهم وببلادهم بين أهلهم. رفاقي اليوم عم تعطوا درس كيف بإمكانيات معدومة، لأنه إيه نحن رفضنا أنه نكون أزلام، رفضنا أنه نقبض، رفضنا أنه نكون تابعين لأحد. بالإمكانيات المتواضعة تبعنا وبشفافيتنا وبصدقنا تمكننا أنه نجمع كل هالرفاق ونرجع نقب الحزب من تحت لفوق. الفضل كله لإلكن وليلي رجع ولع الشعلة بقلوب كل واحد منا وبعني فيه الرفيق بيير أمين جميل. رفاقي، في كتير ناس عم تسأل اليوم هل بعد في أمل بلبنان؟ هل ممكن لبنان يرجع يقوم بعد كل يلي عم نشوفه؟ بعد كل الهريان يلي عم نشوفه، هل ممكن يرجع يطلع طائر الفينيك مجددا؟ لما بفكر بكل اللبنانيين يلي استشهدوا، وقت أفكر بكل يلي قطعوا الحروب وناضلوا وقاتلوا وبقيوا بلبنان، وقت أفكر بالبي يلي بيوعى قبل الضو وبيروح بيشتغل كل النهار وبيرجع آخر الليل طيطعمي ولاده، وقت أفكر بأهلنا بالشمال يلي عم بيعينوا اليوم، وأهلنا بالجنوب يلي بعد لحديث اليوم ما وعيوا ولا نهار من 40 سنة لليوم ومطمئنين على مستقبلهم، وقت أفكر بكل هاللبناني يلي مع كل التحديات ضلوا واقف وضلوا مصر يبقى بلبنان، بقول ما عنا خيار إلا ما نضلنا عم نسابر، إلا ما نضلنا عم نناضل، إلا ما نضلنا متمسكين ببلدنا ونضلنا حاملين أمل عن كل الناس وباسم كل الناس وعن كل الناس. كلهم بيستحقوا منا دولة على صورتهم. هاللبنانيين المناضلين بيستحقوا أنه نخاطر بحياتنا وبأنه نعطي كل شيء كرماله. بس الوضع يا رفاق عم بينحدر على كل المستويات، بالأمن، بالسيادة، بالاقتصاد، حتى الميثاق الوطني عم بيهتز، وعم نشوف اللبنانيين بعاد عن بعضهم قد ما بحياتهم كانوا بعاد. وهيدا ما بقى بيترقع، هيدا ما بقى فينا نعتبر مثل العادة نتخبى وراء إصبعنا ونقول يلا ماشي الحال هي بتقطع وبكرة بتصير الأمور على الطريقة اللبنانية مثل ما بيقولوا على البركة. البركة كتير منيحة وكل يوم منطلب البركة من ربنا، بس إذا نحن ما ساعدنا حالنا ربنا ما رح يساعدنا. شبعنا ترقيع، شبعنا أنصاف حلول، بدنا نفضة، بدنا ثورة، وهيدي الثورة رح يقوم فيها حزب الكتائب وعلى كل المستويات. الثورة الأولى هي على الأداء السياسي، على الأداء السياسي الفاشل يلي عم نشوفه كل يوم على كل شاشات التلفزيون، على منطق
أنه نبني سياستنا على كره الآخر. لا، نحن بدنا نثور على الكره وبدنا نبني سياستنا على منطق قبول الآخر والاعتراف بالآخر وأقناع الآخر بالحجة وبالديمقراطية وبالسياسة. الأهم، ما بقى نبني سياسة بلبنان على ما يسمى بسياسة الشعارات، بدنا نبني السياسة بلبنان على مشروع. وهون بفتخر أقول أنه حزب الكتائب هو أول حزب طرح مشروع كامل متكامل، وهيدا المشروع ما انسحب بعد أشهر من الإنترنت لأنه استحينا فيه، قدمناه بال 2009 وبعده موجود اليوم، موجود لكل الناس تطلع عليه وتشوف مدى التزامنا فيه أو لا. نحن هيدا المشروع هو غنى لإلنا، بدنا نستفيد منه يا رفاق، بدنا نفتح بيوت الكتائب لكل الناس. نحن ما منستحي بشي، نحن منا مستحيين ولا بمشروعنا ولا بقناعاتنا. انطلاقا من هور ما نخاف نتحاور مع حدا، ما تخاف نفتح بيوت الكتائب لكل الناس، ما تخافوا من الحوار مع الآخر لأنه الحق معنا، وقت يكون الحق معنا قادرين نقنع كل الناس. كتائب بدها تثور على المعارك الخاطئة وبدها ترجع تصوب البوصلة وبدها ترجع تأكد للبنانيين أنه معاركهم مش بين بعضهم، معاركهم مش بقلب ضياعهم، معاركهم هو ضد يلي عم بيحاول ينتصر على لبنان وعلى الحرية بلبنان وعلى المواطن اللبناني. معركتنا هن ضد هو، معركتنا منا بقلب ضياعنا ومنا بقلب مجتمعنا. مشان هيك نحن بالنسبة لنا وحدة مجتمعنا هي الأساس لبناء لبنان. كتائب بدها تثور على الأداء السياسي الخاطئ، أداء السياسي المبني على الكذب، الأداء السياسي اللي مبني على الضحك على الناس. نحن منآمن بمدرسة بيير جميل يلي هي مدرسة الصدق والشفافية. كان الشيخ بيير يقول سياسة الصدق والشرف واحترام الغير بتربح أكتر بكتير من سياسة الكذب والنفاق واللعب على الحبال. ونحن مقتنعين وعم نحاول نطبقها كل يوم، أنه بقدر ما كنا صادقين مع الناس بقدر ما الناس رح تقتنع بيلي عم نحكيه، وبقدر ما رح نقدر نخدم بلدنا أكتر، بقدر ما كذبنا، بقدر ما منكون فقدنا مصداقيتنا عند كل العالم. وعلى سيرة الصدق والشيخ بيير، ما فينا إلا ما نذكر الرجال العظام يلي قطعوا يلي هو جيل الشيخ بيير، وعلى رأسهم كمان صائب باك سلام يلي اليوم عم بيرجع على الحكومة اللبنانية من خلال دولة الرئيس تمام سلام. وبالمناسبة بدنا نوجه له تحية كبيرة ونقول له أنه إن الله راد الله بيوفقه ومنكون حده كرمالتا ننقذ لبنان بهذه المرحلة الصعبة. امبارح سألوا والدته لتمام بك، سألوها شو رأيك بهالرئيس المكلف الجديد؟ قامت قالت لهم بعد ما شفنا شي منه والدته. أنا بدي استغل هيدا الشي تقول ستنا نحن شفنا منه لتمام بك، ويمكن كتير ناس نسيت، بس نحن منتذكر سنة 92 وقتها كان لبنان محتل وكان الجيش السوري على كل الأراضي اللبنانية، وكان الرئيس جميل منفي وميشيل عون منفي، وكان الاضطهاد على كل القوى السيادية بلبنان. في إنسان اسمه تمام سلام وقف إلى جانب المقاطعة المسيحية الشاملة للانتخابات سنة 92، ونحن مثل ما وقف حدنا سنة 92 رح نوقف حده سنة 2013. ما كان حدا يسترجع ياخد موقف إلى جانب الكتائب والقوات والطيار والأحرار بهديك الفترة يلي كانوا أحزاب محظورة وكانوا يتهموا بالعمالة. التقى هيدا الشخص يأمن أنه لا شراكة بلبنان
إلا ما إلا بكل أبنائه. واليوم نتمنى له أنه يقدر يألف هيدي الحكومة، لأنه نحن بحاجة بأمس الحاجة لإلها. ونحن بالمناسبة بدنا نتوجه له ونقول له نحن منطلب منك فقط ثلاث أمور. نعرف ما فينا نطلب منك كتير، نعرف قدي الوضع دقيق، نعرف قدي الوضع صعب، بس ما فينا نطلب منك أقل من هالثلاث أمور. أولاً، إقرار قانون انتخابي جديد بيأمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين وبيحظى بأكبر إجماع ممكن على الساحة الوطنية. اثنين، حماية لبنان من الانهيار الأمني بالداخل وعلى الحدود. وثلاثة، رد الثقة للبنان من قبل المستثمرين ومن قبل الخارج. ما فينا نطلب منك أكثر من هيك، منعرف، بس ما فينا نطلب منك أقل من هيك، لأنه من دون هول الثلاثة بيكون بلدنا عم بينهار. الثورة الثانية يلي بدنا نقوم فيها يا رفاق هي على الوضع الأمني المزري، على الطريقة بالتعاطي مع أمن اللبنانيين يلي ما بقى قادرين نتحملها ولا بأي شكل من الأشكال. عم نشوف مظاهر بحياتنا بلبنان ما شفناها. صار وقتها شخص يترك شغله عشية بيقول له لصاحبه يلا بشوفك بكرة، مش أكيد رح يشوفه بكرة لأنه يمكن هو راجع على الطريق يخطفوه. حتى هالكلمة البديهية ما عدنا بقى قادرين نقولها. صرنا نسمع أمور تطلع عن تم أم بحياتنا ما كنا منتخيل أنه ممكن نسمعها. أم وتتسمع صوت انفجار طلع بتقول إن شاء الله يكونوا استهدفوا شي شخصية ما تكون طلعت براس أولاد الراجعين بالأوتوكار من المدرسة. صرنا نتمنى أنه يكون مستهدف شي نايب أو شي وزير وما يكونوا مستهدفين المدنيين المعترين. شوفوا لأي انحدار وصلنا له. تما كتير روح بالدراما كتير. خلوني بس أقول هيك كمان عسيرة الانفجارات نغير لكم شوي صغيرة جو، أنه في بعض الانفجارات أوقات بنسمعها تطلع أنين غاز، بس الغريب أنه ما بتنفجر هالأنين الغاز إلا بمناطق محددة، بغير محل ما في انفجارات غاز. هيدا الوضع الأمني اللي وصلنا له وهالإعوجاج يلي عم نشوفه على هيدا الصعيد سببه أكيد الفلتان الأمني، والسبب الأكبر هو أنه دولتنا ما عندها جنس الكرامة بالتعاطي مع سيادتها ومع قرارها بأنه يكون السلاح بين إيدين فريق واحد هو السلطة الشرعية اللبنانية. اخترعنا بدعة الأمن بالتراضي. شو يعني أمن بالتراضي؟ ما هو التراضي عكس الأمن. كيف أمن بالتراضي؟ كيف بدنا نعمل أمن بالتراضي؟ كيف بدنا نبني دولتنا نهار يلي منتغاضى بموضوع الأمن، نهار يلي منقبل أن يكون في سلاح بين إيدين الناس، أحزاب، ميليشيات، مجموعات جديدة، كل واحد اليوم طلع عباله. وأكيد حزب الله عطي المثل الصالح لكل المجموعات يلي كانت حبة تعمل مثله أنه تعمل مثله، اليوم الكل عم بيتمثل فيه والكل عم بيعمل مثله. وهون منسأله أكيد لحزب الله، انبسط هلأ؟ وقتا كنا عم نقوله بكرة هالمواطنين درجة تانية رح يقرروا يعملوا مثلك، يعملوا مواطنين درجة أولى، يخرجوا عن القانون ويمتلكوا سلاح ويطلعوا يفرجوا برجلياتهم على الطرقات، وقتا قلنا له إياها بمجلس النواب من 3 سنين، انبسط هلأ؟ مش الحال؟ انبسط؟ شاف هالناس تصلحت كلها وين ما كان وصار في تطرف وين ما كان، ارتحنا هلا؟ انبسطنا؟ هيدا اللي كان بدنا اياه؟ ضلينا ندمر بالاعتدال بلبنان من 8 سنين لهلا، وقوينا التطرف وصرنا نخبط على الناس، طب الاخر هالناس انتفضوا وصار كمان بدهم ياخذوا حقهم بايدهم، ارتحنا هلا؟
بدنا الدولة تسور على حقها بالدفاع عن حدودها. بأي بلد بالعالم بينقصها في حدود دولة جيش ما بيتحرك؟ بأي دولة هي؟ بأي دولة بالعالم تنقصها في حدود بلد وبيقعد الجيش بالسكنات عادي ما في شيء؟ يي شو دور الجيش؟ وين كرامة الدولة؟ وين كرامة المسؤول؟ وين كرامة الإنسان المسؤول عن شعبه يلي عم بيشوف كرة حدودية عم تنقصف وعم بيضلوا قاعد من دون أي ردة فعل؟ في لبنانيين على الحدود عندهم كرامة، من واجبات الدولة تدافع عنهم وتدافع عن وجودهم وعن كرامتهم. لبنان بحاجة لثورة، ثورة بالداخل، بداخل المسؤول اللبناني يرجع يتذكر أنه لبنان عنده كرامة، أنه الإنسان اللبناني عنده كرامته وهو واجباته يدافع له عن كرامته. الثورة الثالثة هي على سياسة المحاور. تعبنا من المحاور، كتير تعبنا من المحاور، صرنا 40 سنة عم ندفع ثمن حروب الآخرين. شي مندفع ثمن الحرب الباردة، شي مندفع ثمن الصراعات الإقليمية، شي بدنا ندفع ثمن صراع العربي الإسرائيلي، ودفعنا ثمنه. بس خلص خلص تعبنا، حقنا نرتاح، ادينا قصنا للعلا. يا ريت بيلتقى شي دولة أخرى عربية تضحي مثلنا، نحن حين الوقت نرتاح، حين الوقت ناخد بريك، تونا بريك 20-30 سنة، نرجع نعمر حالنا، نعمر مجتمعنا، نعمر اقتصادنا، نعمر سياستنا، وبعدين لاحقين نرجع على منطق الصراعات. اليوم مطلوب واحد، نرجع نتذكر لبنان أولا، لبنان ثانيا، لبنان ثالثا. لبنان بدنا نحيده، بدنا نحيده، بدنا حياد لبنان عن صراعات المنطقة. ما بقى بدنا ندفع ثمن صراعات المنطقة. تعبنا، الشعب اللبناني تعب تعب. هيدا البلد صغير ما بيقدر يحمل هموم العالم كله. تعبنا. بين نظرية حلف الأقليات يلي بده يربطنا بدولة دمرتنا وقصفتنا وقصفت عمرنا وسرقت بلادنا واحتلت دولتنا 30 سنة، وبين منطق آخر بده يربطنا بكل ما يحصل بالمنطقة يلي هن مش عارفين بعد شو رح يصير فيهم، بنرتبط فيهم بدون ما نعرف هن لوين بدهم يروحوا. البلد رايح على الخراب. بين النظريتين عم نربط لبنان شي بهون شي هون شي هونيك، وبهيدا الوقت بلدنا عم بيروح، أمننا عم بينهار، شعبنا عم بيتحارب، وبلدنا على حافة الحرب الأهلية. إذا علقت الحرب الأهلية منرتاح؟ منرتاح؟ مننبسط؟ كل يوم في حرب أهلية بطرابلس، بس نحن يمكن ما عم نحس فيها ببعض المناطق الأخرى، بس يلي ما عم بيقدر ينام من صوت رصاص عشية صدقوني عم بيحس فيها. أنه إذا مشينا بسياسة المحاور وفات بلدنا بصراع داخلي منرتاح؟ الحياد ما بيعني انعزال، فينا نكون محايدين وبنفس الوقت نمد إيدنا لكل الناس اللي بيشبهونا بكل المنطقة العربية، للمعتدلين يلي بيؤمنوا بالانفتاح بالحرية بكل القيم يلي بيمتاز فيها لبنان. فينا نكون منفتحين على العالم العربي كله ونحط إيدنا بإيد كل الناس من دون ما نكون عم ننجر لمشاكل العالم العربي. بالمناسبة تأختم هذا المحور، بدي أسأل السيد حسن، هذا النظام يلي أنت بتعرف شو عامل فيكن أنتو يا سيد، وشو عامل فينا إلنا، وشو عامل بكل اللبنانيين، هل بيستحق أنه نعرض لبنان أمنياً؟ هل بيستحق أنه تبعد شباب من شبابك
لبنانيين من الكرة اللبنانية يروحوا يموتوا كرماله؟ هل بيستحق هذا النظام أنه يموت شباب لبنانية كرماله يا سيد حسن؟ الثورة الرابعة يا رفاق اللي بدنا نقوم فيها هي على نظامنا الفاشل. هيدا النظام السياسي يلي حاطت اللبنانيين بوجه بعضهم البعض، هيدا النظام الفاشل يلي شاف اللبنانيين عم بيتصارعوا من 70 سنة لليوم، هيدا النظام يلي ماشي على البركة لأنه ركبوا السوري أو النظام السوري تيكون نظام على البركة ويضلوا فيه غموض ويضل فيه تعطيل تيجي هو يحللنا مشاكل كل مرة. و15 سنة كلكم تتذكروا لبنان ماشي مثل الليرة. ليه ماشي مثل الليرة؟ لأنه كان يجي الفاكس، كان يجي الفاكس والكل يمشي. اليوم وقتها ما عاد في فاكس، شفنا من 8 سنين لليوم كيف النظام معطل، كيف مجلس النواب بيتسكر باستمرار، كيف حكومات بتاخد 6 أشهر و8 أشهر تتشكل. شفنا كيف نظامنا كله معطل لأنه السوريين ركبوه تيكون معطل، حين الوقت نقتنع أنه صار بده نفضة ونركبه بشكل أنه يكون قابل للحياة، بشكل أنه يعالج مشاكل اللبنانيين، بيش يوقع اللبنانيين بمزيد من المشاكل. هيدا النظام، هيدا النظام المركزي الفاسد الهادر والسارق لأموال الناس، هيدا النظام بدنا نخلص منه، هيدا النظام بدنا نغيره، بدنا نعدله، بدنا نطوره، سموه مثل ما بدكن، بس أكيد ما بقى فينا نستمر فيه. ما فينا نترك اللبنانيين رهائن بين إيدين أصحاب النفوذ بلبنان يلي ماسكين الأموال، يلي ماسكين الوزارات، يلي ماسكين كل مقدرات الدولة وعاملين من الناس رهائن عندهم. إذا الإنسان بده يتوظف بده يشحد الوظيفة شحادة، وإذا الإنسان بده يحصل على حقوقه من طبابة واستشفاء بده يشحدها شحادة، وإذا الإنسان بده يزفت قدام بيته بده يشحدها شحادة، وإذا الإنسان بده حبة دواء بده يشحدها شحادة، إذا بده يفوت على المدرسة بده يشحدها شحادة. وشو ما كان بلبنان عايش المواطن لبنان على الشحادة، لأنه هناك ناس حطوا إيدهم على هالدولة، على مقدراتها، حطوا إيدهم عليها وعم بياخدوا الناس رهينة عندهم. مشروعنا هو ثورة على هالدولة المركزية يلي حاصرة الصلاحيات والأموال عندها. بدنا نرد مصرياتهم للناس، بدنا نرد مصرياتهم للناس يلي عم بيدفعوا ضرائبهم كل يوم من خلال اللامركزية، من خلال مجالس محلية منتخبة بكل منطقة. هي بتهتم، هي بتعالج، هي بتنمي، هي بتطور، وهي منتخبة منا، نحن مننقيها. وهالأجهزة هيدي المنتخبة هي الدولة. الفرق الوحيد بدل ما تكون الدولة محصورة بخمس أشخاص بتصير الدولة عند الناس، بتصير الدولة قابلة للمحاسبة، بتصير الدولة قابلة للرقابة، وبتصير الدولة عم بتقوم بواجباتها تجاه كل الناس. إضافة لذلك بيصير فينا نحط خطة. قليل اليوم البلد كله بلا خطة. ليه بلا خطة؟ لأنه كل طائفة عاملة كانتون لوحدها وما فيك تعمل خطة شاملة لكل البلد. طيب ليش ما بدنا نعمل نحن لا مركزية ونترك كل منطقة بكل قضاء لبناني يعمل خطته هو؟ مش أحسن من نترك الطوائف تعمل الخطة؟ خلوا المناطق تعمل الخطة، مش أحسن ما تتركوا الطوائف؟ مش أحسن ما تتركوا الزعماء يديروا البلد مثل ما هني بدهم؟ خلوا كل منطقة بمجالس منتخبة من أهل كل منطقة هن يحطوا خطة شاملة لكل أمورهم ولكل مشاكلهم. الثورة الخامسة هي ثورة اجتماعية واقتصادية. وهون خلوني هيك أحكيكم شوي بين بعضنا لأنه أكيد ما في حدا غريب. بلبنان بدنا نسور على الطريقة اللي عم بتعالج فيها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. بدنا نسور على الطريقة يلي نتعاطى فيها أولاً مع اقتصادنا، مع
معقول اقتصاد بلا أرقام؟ أنا هاي مش شايفة بالعالم كله. نحن الاقتصاد الوحيد يلي ماشي من دون أرقام، ما عندنا ولا مؤشر، ولا مؤشر بطالة، ولا مؤشر نمو، ما عندنا شيء. هيك على البركة الاقتصاد عندنا، وبيجوا على الحكم ما حدا منه ناوي يحط خطة اقتصادية، كله بيشتغل على البركة، يلا منرقع منظبط شيل منحط. بالعالم إذا نزل مؤشر البطالة بيسقط رئيس الجمهورية بالانتخابات أو بتسقط حكومة. عندنا لا، ما في حتى مؤشر تنقدر نحاسب على أساسه، المؤشر هو بحد ذاته مش موجود. كيف أنا نبني اقتصادنا من دون أرقام؟ نحن بهمنا بالكتائب نرد منطق الأرقام ومنطق العلمي بمقاربة المشاكل الاقتصادية. معقول عم بيقروا سلسلة ما بيعرفوا عدد موظفين الدولة؟ نكتها انتو ما كون خبر ليش ما بيعرفوا كلفة السلسلة بالضبط قديه؟ لأنه ما بيعرفوا قدي عدد الموظفين. طب معقول دولة منا قدرة تحصن موظفينا؟ هيك على البركة، كله على البركة. بالمناسبة اسمحوا لي وجه تحية كبيرة لهيئة التنسيق النقابية، النبض الجديد للشباب وللعمال اللبنانيين. تحية كبيرة لإلكن وألف مبروك على كل يلي أنتم فيه. وحدتوا اللبنانيين، أعطيتوهم أمل بالمستقبل، ونحن إلى جانبكم ورح نضل إلى جانبكم. رح نضلنا إلى جانبكم تنرد الحق للإنسان الآدمي يلي عم بيضطهد كل يوم بلبنان. وهون هيدا الاضطهاد بيصير أوقات بطريقة مختلفة. مثلاً انتو بتعرفوا عنا بلد الغرايب، ضمان الاجتماعي بيهتم فيك انت وعم تشتغل، أول ما تخلص شغل خلص وكأنه انت ما بتعود بحاجة لإله. هن ما فهموا أنه العكس صحيح، ما فهموا أنه أكتر شيء بتعود الضمان هو وقتها تطلع على التقاعد ويصير ما بقى حدا عم بيقدر يهتم فيك. بس احنا ما فهمناها هاللعبة، نحن بعدنا على السيستم القديم، ما بنعرف شو يعني الشيخوخة، ما بنعرف شو يعني هالإنسان يتعتر ويتبهدل بعد ما يطلع على التقاعد. أخيرا فاتورة البنزين والموتور والسيلولار اللي بتطلع قد الحد الأدنى، حسبتهم على القد، بيطلعوا على القد، يعني بين فاتورة الموتور 200 دولار، بين السيلولار 100 دولار تنكون منيح، بين البنزين بيوصل أوقات 300 دولار وصلنا له. هيدا هو الحد الأدنى، طار. بعدين روح اشحاد الأكل، روح اشحاد المدرسة، وقضيها اشحادة أو قضيها فساد أو قضيها سرقة، لأنه ما عندك خيار تاني. لا، لبنان ما فيه يعيش هيك، ما فينا بقى نعيش هيك، ما بقى فينا نترك لبنان بلا نقل عام، ما بقى فينا. يا خي يمكن ما فيهم يمكن يرخصوا تنكة البنزين، بس الأكيد فيهم يعملوا ينظموا نقل عام تا الإنسان ما بقى يعوز يشتري تنكة البنزين. أما الكهرباء الموتور هين كتير، لو عملوها من سنتين كانت انحلت. خصخصت قطاع الإنتاج، خصخصت إنتاج الكهرباء، نترك الشركات تجي هي تعمر المعامل وهي تصنع الكهرباء تنقدر نأمل كهرباء 24/24 من دون موتورات. وهيك عملوا كل دول العالم، وحاجة بقى تخترعوا البارود ولا تجيبوا باخرة ولا تعملوا اخبار من هالنوع. القطاع الخاص مستعد هو يجي يستثمر بالكهرباء بلبنان ونكلف على الدولة اللبنانية صفر. هالمليار و200 مليون دولار اللي بندفعها سنويا عجز عن كهرباء لبنان بتصير صفر. سؤال، ليه عم نصر ندفعها؟ ليش وقتها قادرين نوفر مليار و200 مليون بالسنة ليه منقرر ندفعها؟ سؤال برسم كل المسؤولين. قادرين نصنع كهرباء بكلفة صفر، صفر. ليه عم بتكلفونا مليار و200 مليون بالسنة؟ ليه؟ اشرحوا لنا ليه؟ هالمليار و200 مليون بتعرفوا شو فيكم تعملوا فيها كل سنة؟ هالمليار و200 مليون نعمل فيها ضمان شيخوخة. المليار و200 مليون ليه بدكم تصرفوها؟ اشرحوا لي، عم بتخزق، اشرحوا لي.
عم يتخزق قلبنا على الناس يلي عم تتعثر، والرجال الآدمي اللي عم بيموت ويعيش كل يوم تيطعمي أولاده، وبنفس الوقت نحن عم نهدر أموال الدولة. إيه بده يحترق قلبنا؟ إيه قلبنا على لبنان؟ هون بدي أتوجه لكل الناس يلي قاعدة ببيتها وعم تسمعنا. مش كلهم مثل بعضهم، مش كل السياسيين مثل بعضهم، مش كلهم زعران، مش كلهم بلا خطة، مش كلهم همهم بحالهم. بدكن تميزوا بين الأزعر والآدمي، بين الصادق والمنافق، بين يلي بيلتزم بكلمته ويلي بيكذب. القعدة بالبيت ما رح تعمل تغيير، النق واليأس ما رح يعملوا تغيير. ما رح نحسن لبنان إلا ما تحاسبوا يلي بيغلط وبيكذب، وتكافئوا يلي عم بيشتغل لمصلحة بلده. فينا نقول بكل جرأة أنه الكتائب اليوم هو حزب الأوادم. حزب الكتائب هو الحزب يلي عنده رؤية وخطة واضحة لإنقاذ لبنان. فينا نقول بكل جرأة أنه عم نشتغل ليل ونهار باللجان النيابية وبضيعنا وبأقسامنا لخدمة لبنان. مشروعنا يا رفاق ويا أحبة هي ثورة، ثورة على لبنان الصغير، صغير بحروبه، صغير بأحقاده، صغير بتسوياته، صغير بفساده، صغير بكساراته. ثورتنا يا رفاق بلشت، وهيدي الثورة ما رح توقف إلا ما نوصل على لبنان الكبير، الكبير بطموح شعبه، لبنان يلي بيعيش فيه المسلم والمسيحي، السني والشيعي والدرزي، بسلام وباحترام متبادل. لبنان الاقتصاد القوي ورب العمل المرتاح والعامل المكتفي. لبنان الأخضر، لبنان يلي بيحلم كل إنسان يعيش فيه. ثورتنا هي لنبني هيدا اللبنان، هيدا البلد بلدنا، هيدا التراب ترابنا، هيدا الشعب شعبنا. ما حدا بيقدر يوقف بوجه الأوادم يلي بدهم مصلحة لبنان. بتوجه لكل الشرفاء يلي عم بيسمعونا اليوم، نحن بحاجة لكل واحد منكم يحط إيده بإيدنا. عاشت الكتائب، ليحيا لبنان. سيفك ما انسحب إلا بوجه الموت تترده، حولك الأبطال وقفوا وانشرب، ناسك مقفى وصدرهم مدوا. مشاهدينا الكرام، تابعنا وقائع مؤتمر كوادر الكتائب 2013. كانت كلمة للشيخ سامي الجميل أكد خلالها أن الكتائب ستثور على الكره والكذب في السياسة، والأهم حسب قوله عدم بناء السياسة على الشعارات بل على المشاريع. فالخيار الوحيد أن نتابع بالمثابرة والنضال والتمسك بلبنان، قائلا لا يجب أن نخاف من الحوار مع الآخر، مطالبا الرئيس تمام سلام بإقرار قانون انتخابي جديد وحماية لبنان من الانهيار الأمني. ثورة الكتائب كانت أو طالت القطاعات كافة. تابعوا التفاصيل في نشرة بيروت اليوم بعد قليل.